الرئاسي يصدر قراراً بتعيين وزير الخارجية بن مبارك رئيساً لحكومة عدن وترقية معين مستشاراً لرئيس مجلس القيادة، ويوجه رئيس الحكومة الجديدة بانتظام العمل من الداخل والتعاطي العاجل مع هموم المواطنين. وبن مبارك يدعو أعضاء الحكومة للحفاظ على تقاليد إدارة الدولة وعلاء القانون في أول تصريح له كرئيس للحكومة وسط مباركات دولية على قرار التعيين.